يا ريت وانت خارج من باب بيتكم ترشم روحك بعلامة الصليب كده وتقول للرب يحفظ دخولك وخروجك، وانت راجع ترشم نفسك وتقول للرب يحفظ خروجك ودخولك. الرب يحفظ خروجك ودخولك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظك من كل سوء. يعني مش نوع خفيف يحفظك منه ونوع تقيل تقع فيه، من كل سوء الرب يحفظك من كل سوء. الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. يعني شوفوا مثلا واحد زي داود النبي، شاول الملك طارده بكل عنف في كل مكان، من برية لبرية، من قفر لقفر، من مغارة لمغارة، من بلد لبلد، مطاردة عنيفة، لازم يقتله، لازم يموته. وعمل حواليه مؤامرات، وحتى أراد أن امرأته ميكال تتآمر عليه، وأراد أن أخوها يوناثان يتآمر عليه، ما فيش فايدة. وداود ينظر إلى كل مؤامرات شاول ويبص لروحه في المراية ويقول له الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك، ولا تخاف. هذا الإنسان اللي عنده رجاء في ربنا. وهكذا أي عيلة ابنها يروح في غربة يتغرب لوحده، إما في دراسة، إما في عمل، إما في أي حاجة، كل يوم يصلوا له ويقولوا له الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك. حتى لو امرأة مثلا بنتها خرجت مشوار وخايفة عليها في السكة، قبل ما تخرج البنت ترشمها كده وتقول لها الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك، وبعد كده تطمئن مش يجرالها حاجة. دي ايه بقى؟ حوطتها بالمزامير وتركتها في رعاية الله. مشكلتنا أننا نفصل ما بين المشاكل وعناية الله. المشاكل موجودة وعناية الله موجود، تخلي المشاكل لوحديها تنفرد بيك يبقى ضيعت نفسك من حفظ الإله. تحط عناية ربنا، ما تخافش من المشاكل. واحد يقول لك في مشاكل كتير، قل له في حفظ إلهي كتير. في ضيقات كتير، قل له في حلول إلهية كثير. الرب بيحفظ نفسه. عشان كده الناس اللي بيحفظوا المزامير ما بيتعبوش أبدا في حياته، ينام يلف نفسه في مزمور ويخرج بره يلف نفسه في مزمور وعايش مبسوط. احفظوا المزامير تحفظكم المزامير. عجيب ربنا في محبته وفي اهتمامه بكل أحد. الله المترائف المتحنن يقول حيثما تكثر الخطية تزداد النعمة جدا، حيثما تكثر الخطية تزداد النعمة جدا. من إن ما تكون في محاربات بالخطية تلاقي نعمة الله الحافظة، نعمة الله المترائف المتحنن تعمل لكي تنقذك من هذه الخطية. يتراءف حتى على الخطاة المساكين أمثال هؤلاء. من أكمل العبارات التي قيلت ما ورد في مزمور 103، بيقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض طويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هذه رأفات ربنا، أكبر رأفة وحنان حدثت من أول البشرية إلى آخر الدهور هي أن المسيح حمل جميع خطايانا، جميع الخطايا لجميع الناس في جميع الأزمنة والدهور، حملها وهو القدوس. عايز رأفة أكتر من كده؟ انتوا فاكرين ربنا خلق الدنيا وقال كفاية بقى أديت واجبي وخلصت عملت اللي عليا؟ لا، خلص من عمل الخلق
في عمل الرعاية، في عمل الخلاص كل يوم. شوفوا يقولوا إيه في سفر الأعمال: وكان الرب في كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. كل يوم قاعد يضم، قاعد يشتغل، كان روح الله بيعمل بقوة في الناس. هو بس دلوقتي روح الله مش لاقي حد يشتغل معاه، لكن زمان كان لاقي ناس يشتغلوا معاه. ربنا يعمل لكن ما يحبش يعمل لوحده، يحب انك انت تستجيب وتشترك. ليه؟ لانه لا يريد ان يرغم الناس على دخول الملكوت. ارغم لا، ارغم لا. اتريد ان تبرأ؟ عايز تريد انا امشي معك على الاخر. طب يا رب ما كنتش عايز، احاول اديك الاراده دي، بس ما تزرجنش. كل ما اديك الاراده تزرجن يبقى زي اللي بتجيلهم زيارات النعمه وبيرفضوها. حبيبي مد يده الى الكو فانت عليه احشاء. افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. ما فتحتش، تحول وعبر. انت هتقعد تدلع على طول الخط، ربنا مستعد يشتغل معاك، لكن شغل الدلع ده ما يحبوش، شغل الدلع ده ما يحبوش. ربنا بيترأف على الناس في التجارب. يقول الكتاب: الله أمين لا يجربكم فوق ما تطيقون، لا يجربكم فوق ما تحتملون، بل يعطي مع التجربة المنفذ. في كرونسوس الأولى 10: لا يجربكم فوق ما تطيقون بل يعطي مع التجربة المنفذ. كانت تجربة شديدة جدا اللي وقع فيها أيوب الصديق، لكن ربنا اعطى له الاحتمال اللي يقدر يحتملك به. اوعوا تفتكروا ان ربنا بيكون قاسي ولا شديد لما ناس بيتعرضوا لتجارب شديدة. لا، هو بيعطيهم الاحتمال العجيب اللي بيقدروا يحتملوا بيه. الله من تحننه اعطى ايوب قلبا قويا يمكن انه يحتمل به التجربة. دي طريقة ربنا اللي هو من رأفاته لا يترك أحدا فينا متعبا في حياته وسط الضيقات كلها ووسط التجارب. تجد الله الرؤوف المتحنن يتدخل ويعمل عمل خير للإنسان. شوفوا المزمور بيقول إيه: لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. هذا ربنا المتحنن الطيب اللي بيحمي أولاده من كل تعب ومن كل شر. يعني صدقوني حتى من غير صلاة، يعني ربنا عارف كما قال لنا السيد المسيح: أبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. يعرف أنك أنت تحتاج للرعاية فيرعاك دون أن تطلب، يعرف احتياجاتك فيعطيك دون أن تطلب، ويعطيك أكثر مما تطلب إن طلبت. دي طريقة ربنا في رعايته. ربنا يقول ما فيش مانع أنكم تدخلوا في التجارب، ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط، شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط بدون أبيكم. هنا أعطانا الحدس. ربنا المترائف المتحنن تراءف أيضا على الخطاة، تراءف على المرأة المضبوطة في ذات الفعل اللي الكتبة والفريسيون كانوا هيفترسوها ويقولوا شريعة موسى لازم تترجم. البشر القساه هم اللي كانوا بيقولوا إنها ترجم، أما المسيح فبكل رأفة وحنان
أنقذها من أيديهم كما أنقذ العصفور من فخ الصيادين. المسيح المترائف المتحنن اللي أعطى وعد لللص إنه يكون معاه في الفردوس. المسيح المتحنن اللي أعطانا ثلاث أمثلة عن التوبة في لوقا إصحاح 15، الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود، عشان يورينا إن باب التوبة مفتوح أمام كل أحد، مش بس مفتوح أمام من يتوب، مفتوح أمام من يبحث عنه الرب لكي يرجعه إليه. الابن الضال رجع، لكن الخروف الضال بحث عنه الرب وحمله على منكبيه فرحا، وكذلك الدرهم المفقود. ربنا هو اللي قال هلم ورائي، هو اللي إبراهيم ماشي في السكة لقى واحد موقف وقال له يا إبراهيم، قال له إيه؟ قال له اترك أهلك وعشيرتك وتعالى للجبل الذي أريك إياه. المهم أن إبراهيم استجاب ومشي، لكن اللي ابتدى مين؟ ربنا هو اللي ابتدى الشغلانة، وهو اللي ابتدى مع موسى لما كلمه من العليقة، وهو اللي ابتدى مع أرمية وكان بيعتذر قال له لا أنا هتكلم على فمك أنا هجعلك مدينة حصين، وهو اللي اتكلم مع شاول الطرسوسي. هو شاول الطرسوسي ده بيقول أنا كنت مفتريا ومضطهدا للكنيسة، قال له تعالى بطل افتر وأنا هشغلك شغلانة كويسة معاي، أنا هأرسلك للأمم، أنا هخليك وأخليك وخليك. ربنا هو اللي بيشتغل. هو بولس الرسول ده كان يقدر يعمل حاجة لولا إن ربنا مش معاه؟ ده بيقول وأنا ما أنا لكن نعمة الله العاملة فيا، مش أنا اللي بشتغل. عشان ربنا قال لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. ما تخافش، أنا جعلتك مدينة حصينة وأسوار من نحاس، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. كلام كده موسيقي واحدة واحدة كده، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. حتى الضيقة ربنا وضع لها في الحفظ الإلهي ثلاث شروط في التجارب. أول حاجة قال إن الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، الله لا يجربكم فوق ما تطيقون. وتاني حاجة قال يجعل مع التجربة المنفس، والتالت حاجة أكاليل من وراء التجارب وحفظ. وأنا معك لأنقذك يقول السيد الرب. مش بس الحفظ الذي يحفظك الله به هو الحفظ المادي، إنما أيضا الحفظ الروحي، يحفظ نفسك، يحفظ نفسك من السقوط من الضياع، يحفظ أبديتك، يحفظ نصيبك في الميراث الأبدي مهما سقط. يقول لك يسقط سبع مرات في اليوم ويقوم، وقل لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. الرب يحفظ نفسك. فكرك لو ربنا ما كانش حافظ نفسك والشياطين كانوا يضيعوه. فكرك ربنا مدي حرية للشيطان يعني ياخد راحته في التجارب في الإغراءات في إسقاط المؤمنين، ده كان ضيع العالم كله. الله يقصر تلك الأيام، ولو لم يقصرها لا يخلص جسد. عشان كده ربنا مقيد الشيطان مش واخد حريته. ده لما الشيطان كان واخد حريته العالم كله وقع في عبادة الأصنام، العالم كله وقع في الشر. مرة وقت كان واحد بس بيعبد ربنا هو موسى على الجبل، وربما يضاف إليه على الأرض تلميذه اللي هو يشوع وبس، والباقي كله ضاع. حتى هارون رئيس الكهنة جاب لهم عمل لهم العجل الذهبي وقعد يشتغل ويلا. إيه الحكاية؟ ضاع العالم. لكن ربنا مقيد الشيطان مش مديله حريته. مقيد إذا كان مقيد الشيطان
يبقى بالطبع ان الارواح مش واخده راحتها تخش في زي ما عايزه في اجساد تخطي، لا ده في حفظ اله، في حفظ اله. ما الشيطان كان يقدر زي ما في ناس مصروعين من الشياطين يكتر النسبه يكتر العدد يسرع الاف وملايين، ما هو ما دام عرف الحكايه خلاص، لكن ما يقدرش لان في حفظ الهي. يقول له تمد ايدك لجسد غيره لكن تحفظ نفسه، ما تمدش ايدك لنفسه، ما تمدش ايدك لعقله، ما تمدش ايدك لروحه. الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، لا البرد ولا الحر، لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، حتى إن وقعت يرسل ملائكته على أيديهم يحملونك فلا تصدم بحجر رجل. ده الحفظ الإلهي. الإنسان الذي يمتلئ قلبه بالإيمان ويرى الله موجودا في حياته يحافظ عليه، يحوطه كده بجناحيه ويدفيه زي الدجاجة ما تاخد فراخها تحت جناحيها وتدفيهم ما يتعبوش أبدا، زي النسر ما ياخد فراخه على أجنحته ويطير بيهم ويرميهم ويشيلهم تاني ويرميهم ويشيلهم تاني. حفظ، في حفظ. كتكوت من كتاكيت النسور، فرخة من فراخ النسور دي، يخاف أول ما يلاقي نفسه هيقف ويقع يلاقي على طول الأجنحة الحانية الحافظة جات له خدته تاني، ما يخافش أبدا، في حفظ. زي واحد ياخد ابنه في الريف ويعلمه العوم، يروح حطه تحت ايديه كده والواد يضبش في الميه كده، وبعدين يروح سايبه وبيرقبه يلاقيه طب يحط ايديه تاني يرفعه لفوق يقول له ما تخافش، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء. اه ربنا بيعملنا كده، ما هو لو نثق بربنا وثوقنا بالاب الجسدي ما نخافش. نرى أن هناك نوع من الحفظ، الحفظ الإلهي، قد لا تراه ولكنك تؤمن به وتؤمن بوجوده وتقول في حاجة اسمها حفظ إلهي. هو ربنا ده خلق العالم وسابه؟ ما سابوش. أمال ليه اسمه الله ضابط الكل، واخد باله ماسك كل حاجة ضابطها كده، عينيه لا تنعس ولا تنام على أولاده، يحفظك جملة وتفصيلا. يعني ايه جملة وتفصيلا؟ يحفظك كلك من كل سوء، وايه تاني؟ وشعرة واحدة ما تسقطش الا باذن ابيك، شعراية واحدة ما تسقطش. فاذا كان شعراية ما تسقطش فبالتالي كلك ما تسقطش. ده ضرب لنا مثل بالعصافير وقال اليس عصفوران يبيعان بفلس وواحد منهما لا يسقط بدون أبيكم، فكم بالحري أنتم، أنتم أفضل من عصافير كثير. إذا كان ربنا بيرقب حتى العصافير اللي في الكون وما فيش واحد منها يقع بدون إذن ربنا، يبقى أنت تخاف ليه؟ ليه قلبك خفيف؟ خليك شديد زي الحليب، بالإيمان تؤمن إن الله بيشتغل، تؤمن ان الله بيحفظ، الله بيستر، الله بياخد باله، الله بيدفدف على اولاده. وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر. ليه؟ لانك انت معي. مين اللي معاك؟ الله اللي بيحفظ، الله اللي بيحفظ. ما دام معاك الله اللي بيحفظ تخاف ازاي؟ منين ما يجي لك خوف؟ اعرف ان جنب الخوف في ضعف ايمان، في قلة إيمان، فيها عدم رؤية الله الحافظ. ده بيقول إيه؟ ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. غنم وسط ذئاب؟ ده على رأي القديس أغسطينوس قال لو قطيع غنم موجود وذئب واحد يخوف، ذئب واحد، أمال ده بيقول في وسط ذئاب؟ ده لو ذئب من بره يخافوا منه، هم اللي هم اللي وسط الذئاب متفوطين بيهم كده. طب وبعدين يجرى ايه؟ ولا حاجه. على راي القديس قال الذئاب لم تؤذي
الغنم، لأن الذئاب نفسها تحولت إلى حملان لما آمنت، تحولت إلى حملان. ربنا بيهتم بحاجة يسموها ميزان القوة. لما أي واحد فيكم يقرأ كتاب من كتب التاريخ أو السياسة يلاقي حاجة يسموها balance of powers. balance of powers يعني ميزان القوة، يعني في قوة موجودة وربنا مسك الميزان من الوسط كده. وإلا كان القوي كان الضعيف، وإلا كان القوي كان الضعيف، لأن في حفظ إلهي ماسك ميزان القوة ما يخليش قوة تطغى على أخرى. وإلا كان القوي كان الضعيف، وكان الذكي كان الغلبان في عقله، وكان الغني كان الفقير، وكانت الدنيا راح. أمال إيه اللي حاصل؟ إزاي كل هذه الهيئات بتعيش مع بعض وعايشة في سلام وأمان في ميزان القوة في إيد الله الحافظ؟ لا يترك عصا الأقوياء تستقر على نصيب الصديقين. ليه؟ الميزان في إيد. لما بص لقى الميزان اختل أيام فرعون قال لا، ده الناس بيصرخوا وبيقنوا، أنا أنزل أخلص. الله الحافظ قال إيه؟ قال من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب أصنع الخلاص على نيل. حتى من غير ما حد يصلي ربنا شايف بنفسه، شايف بنفسه. ده حتى مع الشياطين، حتى مع الشياطين جه الشيطان يحارب أيوب، فالإله الحافظ وقف قال له أنا أديك حرية في حدود احتمال أيوب، أزيد منها همسة مفيش. مد إيدك لأمواله، لممتلكاته، لعياله، ليه هو لا؟ فعلا ما قدرش الشيطان، قدر يعمل حاجة أزيد؟ ما أمكنش. ده في إيه طابة الكل ده يفنيه، هو يخاف ما يقدرش. جه تاني مرة قال له طيب مد إيدك لجسده لكن نفسه تبقى محفوظة، عقله يبقى محفوظ، روحه تبقى محفوظة. وفعلا ومرت التجربة ثقيلة وطويلة، تجارب كثيرة ومريرة، ولكن نفس أيوب بقيت محفوظة في يد الإله الحافظ، ما جرالوش حاجة، وخرج من التجربة وهو أقوى مما كان، ورجع له عيال ورجع له أملاك للضعف، وصار مثلا في الصبر في الخروج من التجارب بنعمة الله. ليه؟ لأن في إله حافظ، في إله بيحفظ. ده لو مفيش إله بيحفظ كان العالم خرب، كان العالم خرب. كانت الذئاب، كانت الخراف. طب خد واحد زي إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، أهو ماشي يبقى ذبيحة، يبقى محرقة، وشايل الحطب على كتفه وغلبان، ولكن الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء. حتى إن اتحطيت فوق الحطب، وحتى إن السكينة ارتفعت فوقك على طول وهتنزل كده كده، قال الله الحافظ لوضع معين، يقول بس لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به سوءا. ليه؟ في حفظ إلهي موجود. الحفظ الإلهي يخلي الإيمان الإنسان يقوى، ولما الإيمان يقوى يثق بحفظ آخر. مشكلة الناس إنهم ضعاف الإيمان، يرون المشكلة ولا يرون الله الذي يحل المشكلة، يرون الضيقة ولا يرون الله الذي ينجي من الضيقة. الشهداء قطعا كان في حفظ إلهي، حفظ إلهي حفظهم من الإغراءات الشديدة جدا التي تعرضوا لها، حفظ إلهي حفظهم من التهديدات والتخويفات الكثيرة التي تعرضوا لها، حفظ إلهي حفظهم من أنهم تخور قواهم أمام التعذيبات المرعبة، وفضلوا محفوظين كده في إيد ربنا. لا قدر عليهم عذاب ولا تهديد ولا تخويف ولا إغراء ولا حاجة، زي الدهن المصفى بالنار
النار تصفيه ولا تؤذيه. وعمر ما ربنا يقول كلامه ما ينفذوش، ما دام وعدنا خلاص. قال لا اترككم يتامى يبقى ده كلام مظبوط، قال لا اهملك ولا اتركك يبقى ده كلام مظبوط، قال ان نسيت الام رضيعها لا انساكم ده كلام مظبوط، قال ان الكنيسه ابواب الجحيم لن تقوى عليها ده كلام مظبوط. ما دام كده تنام وتستريح وتبقى مبسوط وتقول يا رب انا ما دام تركت الامر ده في يديك خلاص. مش معناها ان التلميذ ينام وما يذاكرش ويقول انا تركت الامر في ايدين ربنا، لا، ما ربنا بيقول له اشتغل. قاعده اخرى احب اقولها لكم عن ربنا، وهي القاعده الاتيه: الله لا يهمه اسرع الحلول انما افضل الحلول. الله عايز افضل الحلول مش اسرع الحلول. ساعات انا اقول للسواق بتاع العربيه اللي بيمشيني اقول له مش المهم انك توصل بسرعه، المهم انك توصل سليم. فكمان ربنا كده، المهم ان يجيب لك الحل السليم مش الحل السريع. جايز الحل السريع مش مظبوط، جايز الحل السريع مش مظبوط. لما انت بتظن ان ربنا تاخر مش معناها ان ربنا تاخر، معناها انك انت اللي محب للسرعه. كلمه تاخر دي تعبير نسبي، يعني داوود ساعات يقول يا رب اسرع واعني. ربنا ما بيعاتبش داوود، الله لا يسرع ولا يبطئ، الله بيمشي بالطريقه السليمه المظبوطه. كلمه اسرع واعني معناها في لغة داوود يعني أنا تعبان خالص وبس، يعني وكل ما بتمر عليا الأمور بتعب. أو يقول له أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطئ، والله عمره ما يبطئ. لكن ده شعور نفساني، دي مسألة نسبية، نسبية بالنسبة لمشاعر الإنسان من جوه. الله موضوعك ما دام دخل في إيديه، لا هو نسيه ولا هو أهمله ولا هو تركه، من أول ما أنت قلت له بيشتغل من أجله وقبل ما تقول له وهو برضه بيشتغل من أجله. في كل مرة تظن أن ربنا تأخر بيكون ربنا بيحل حلول أفضل. إذا كنت عايز تمشي في سكة وتوصل قل له يا رب ما مشيش لوحدي أبداً، يا ما مشيت لوحدي وضعت في الطريق، إن ما كنتش تمشي معايا أنا مش ماشي، أنا قاعد لك مش هتحرك إلا لو أنت خدتني معاك ومشيت رجلي على رجل وإيدي على إيد وما مشيش من غير. ده الكلام اللي بيعمله ربنا، بينقذ الناس في السكة. صدقوني انتوا ربما بتحسوا بالتجارب اللي ربنا بينقذكم منها بس، لكن ده في تجارب كانت جايه لكم في السكه وهو منحها قبل ما توصل وانتوا ما تعرفوهاش. انت بتعرف التدبير اللي ربنا انقذك منه، لكن التدابير اللي كانت بتتعمل وربنا افسدها وضيعها قبل ما توصل دي كتيره جدا. ده احنا نشكر ربنا على الخفيات والظاهرات، زي ما هو بيدينا أجر على الإحسانات اللي بنعملها الخفيات والظاهرات، احنا نشكره برضو على إحساناته الخفية والظاهرة اللي بنشوفها وما بنشوفهاش. ولو كنت ضعيف القوة ربنا بيديها لك، هو الله القوي. إن كنت خاطي هو اللي بيطهرك، ده احنا بنقول له في القداس طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا. الغلطه ان واحد يقول له شوف يا رب ندر اندر امامك ان انا اعيش طاهر. طب وانت قدها عشان تقول الكلام ده؟ ندر قدامك ان انا اعيش طاهر، طب قول طهر نفوسنا، قول له يا رب طهرني، اديني الطهاره من عندك، ادهاني هبه مجانيه من عندك انا مش قادر عليها، الدهان انت، طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا.